السلام عليكم تميم، أنا ماريو. اليوم فيديو خاص، لدي كثير ما هبط فيديو هبط زادة، لكن ليس كالعادة، يعني فقط بسجل. المهم فيديو، أولا أقول لكم رمضان كريم. نحن اليوم 29 جوليا، أنا مسجل في 29 جوليا، لا أعرف إذا هبطت في 30 أو 29. المهم سأقول في هذا الفيديو لماذا أولا هذا التأخر، لماذا لا أقوم بفيديوهات، ثم أفهم لكم خططي في المستقبل، يعني في الصيف 2014. ولن توفت جدتي الله يرحمها، ثم نجح أبناء عمي، وثم صارت لي مشكلة مع الفيسبوك، المشكلة مع شخص ما في الفيسبوك، وهو في الحقيقة يوتيوبر تونسي. والآن الميكروفون تكسر، يعني أنا في أسوأ أيامي. به من بعد وعدت كثير، سأقوم الآن سأبدأ في الألعاب البلاي ستيشن 1 نينتندو 64. وعدت الآن للأسف هذه الظروف، لكن علي أولا إكمال زلدا لينك تو ذا باست، ثم ميجا مان اكس، ثم كيربي مازال فيديو واحد، ولدي فيديوهات وعدت نفسي اقوم بها، زوز توتوريالز، زوز سبيد رانز، و زوز جيم بلايز للالعاب لي نينتندو تيم سيستم نس. اظن في عموم انتهي من الفيديوهات الذي علي اكملها. من بعد ستأتي، يعني سأبدأ من جديد ليتس بلايز البلاي ستيشن 1 نينتندو 64. ايه اولا سأقسم الى 5، يعني في دايما 5 ألعاب موازية، اذا لعبتين نينتندو ولعبتين ليس لنينتندو ولعبة طويلة لنينتندو وليس لنينتندو، يعني لعبة طويلة جدا. به اخترت نبدأ، سأقول لكم أول 5 ألعاب: سوبر ماريو 64، ثم حرت ماذا سأختار لعبة أخرى، قلت لي إذا بوكيمون ريد حتى يعني أجذب البوكيمون فانز في المستقبل ازداد اشتراكاتي. ثم لدينا بيبسي مان، وسأبدأ بسونيك 3D بلاست، او نعم 3D بلاست، او هناك فليكيز ديو نفس الفيرش نفس اللعبة. به وبالنسبة للعبة طويلة ستكون ذا ليجند اوف زلدا وكارينا اوف تايم. سأحاول اولا تغيير الاسلوب عندما اتحدث، يعني احضر، نعرف الاشياء المضحكة سأكون احاول اكون مضحك اكثر. بوكيمون ريد ستأخر قليلا، سأبدأ بسوبر ماريو 64 ثم بوكيمون ريد ستأخر قليلا، لان ستكون هناك كثير من المفاجآت في بوكيمون ريد. ماذا ايضا سأحاول استخدام الجرين سكرين، لدي جرين سكرين احاول استخدامها اكثر، لا تعرف متى تجدونني ادخل على ماريو وانا بالجرين سكرين. ثم بالنسبة سأتحدث عن العاب عامة التي سألعبها من بعد، عن ستار فوكس 64، بوكيمون جولد، بوكيمون سناب، هي العاب نينتندو واضحة، لكن بالنسبة للالعاب الاخرى سأقوم ليتس بلايز الألعاب اللي اختاروا أنا، لكن هناك ألعاب تريدوني ألعبها جيم بلايز اقترحوا لي في كومنت. لدي قائمة في الحاسوب أكتب فيها كل الألعاب، سأقوم بجيم بلايز للألعاب للنينتندو 64 والبلايستيشن 1، وإضافة ألعاب جيم بلايز ألعاب سوبر نينتندو، لأن قمت فقط بالألعاب نينتندو تايمت سيستم. أظن لا مزايا خل أظن عندك ألعاب التي سأقومها، يعني بلاي ستيشن 1 ليست لنينتندو، كراش تيم ريسينج لن أكملها كلها، فقط يعني ليست القصة فقط التاكس، 4 فيديوهات أظن كذا 5 مع الملتي بلاير، أحاول يعني أقوم بجيم بلايز ملتي بلاير ليس واحد برك. ثم بيبسي مان بالطبع، لعبتين أخرين ألعاب ديزني، ألعاب ديزني طرزان وعلاء الدين، يعني تنتمي لذلك الجيل، حتى ما هناك بي سي أيضا ألعاب البي سي، أقوم بألعاب بي سي في جيل الكونسولز اللي أقوم بها، مثلا جيل نينتندو 64.
ريمان 2، يعني كثير من الألعاب عندهم لعبتهم عندهم الصغار، أو يعني هذا هو الألعاب الأخرى. به نبدأ نهتم الآن بنينتندو، لأني قوم بتغطية أخبار نينتندو و ريفيوز ومراجعات إلى آخره. سو ماذا سأفعل؟ كل لعبة جديدة ستأتي، لعبة جديدة مثل هايرول ووريرز، أقوم بفيديو ديسكشن لتلخيص ماذا سيكون. كل لعبة إن شاء الله نعملها مراجعة، لكن ليس مراجعة مثل قبل، لأن قبل كنت نقم مراجعة أصف تقريبا الأشياء الموجودة في اللعبة، نعم هذا وهذا وهذا، هذا جيد هذا لا هذا لا، أذهب طول السلبي للأشياء الكبيرة، ليس أصف ثم أقول هذا جيد هذا سلبي. حاول أتعلم كيف قليل من جيم إكسبلين كيف يقومون بالمراجعات، يعني سيكون ديسكشن ومراجعة. ونينتندو نيوز، إذا كثرت نينتندو نيوز أقوم بفيديو نينتندو نيوز. ثم ماذا علينا؟ تيتوريالز و سبيد ران. هناك جايدز، مثال سأقوم جايد لسوبر مترويد، نعم سوبر مترويد، كيف تقوم بالبومب جامب والوال جامب، قد يساعدكم من بعد في اللعب. هناك الجايدز، وحاول إذا هناك في لعبة أشياء جليتش أو أي شيء صعب وحاول أساعدكم. سبيد رانز، سأقوم بتيتوريال، بون ليس تيتوريال، الفيديو سأفسر لكم سبيد ران كيف سيكون، يعني سأقوم مسابقات في سبيد ران، مثلا أقوم بسبيد ران للعبة أو لمرحلة في لعبة، وأنتم تحاولون تغلبونني، تسجلون فيديو، لذلك سأقوم بتيتوريال كيف تسجل فيديو سبيد ران، وتبعثون تقولون في كومنت الفيديو في قناتي يمكنك أن تراه. وثم مثلا اثنين او ثلاثة مشاركين قوم بفيديو يعني لأعلن الربح، هيك مسابقات ونحاول ننشط سبيد ران، لأن سبيد ران جيد، يعني تحاول تلعب برو بسرعة إلى آخره. والتوب 10، التوب 10 كل شهر، لحاول كان لدي نظرية ماريو لكن بطلت الأمر، أحاول القيام بشيء آخر كل شهر. خممت أقوم بفيديو إبداع كل شهر، إبداع يعني نعرف موسيقى، فن، رسم، ليس فقط أنا أقوم بفيديو ماذا يمكنني أفعل مثلا في الموسيقى، ثم أعطي المجال مفتوح لكم أن يعني تعزفوا مثلا الأغنية لسوبر ماريو بروس، تسجلونها بالكاميرا وتبعثونها لي وأنا أنشرها، لأن أحاول المساعدة. أظن هذا كل، يعني تحدثت عن ماذا سأفعل. وأقول بالنسبة للتس بلايز سيبقى سنة أخرى، يعني السنة القادمة إن شاء الله في الصيف المقبل سأبدأ ألعاب الجيم كيوب، الآن سأهتم بهذه الألعاب وأحاول إكمالها بسرعة في شهر جويلية، في شهر رمضان أحاول على الأقل إكمال لعبتين، لأني يعني متأخر كثيرا بسبب الظروف التي حصلت. وفقط عشان أعجبكم الفيديو لايك كومنت سبسكرايب تو مي من ماريو، سي يو نيكست تايم.